انا اسمي يدا عبد الغفار من مصر، اشتغلت في الاعلانات فتره كبيره 5 سنين. بعد كده توجهت للفن والكتابه، انا بحب الكتابه جدا، ولحد دلوقتي اعيش في القاهره وبشتغل جرافيك ديزاينر، والكتابه ستيل هوبي بعملها في اوقات الفراغ لحد ما في يوم من الايام ممكن ابقى كاتب سيناريو، معرفش ممكن يحصل ولا لا. المعرض اتعمل في مصر في فبراير اللي فات، وكان اكشلي السبب الرئيسي ان انا اعمل المعرض ده ان انا لاحظت ان افيشات الافلام المصري بقت وحشه جدا وشكلها مش بالكواليتي اللي الناس مستنياها، وبقت كوميرشال زياده عن اللازم، واحنا عندنا افلام حلوه جدا ينفع تنافس الافلام الاوروبيه والافلام الامريكي. ففكرت ان ليه ما نعملش رؤيه تانية لافيشات الافلام المصري بطريقه كونتمبري جديده تبقى اوروبيان جدا وفي نفس الوقت مينيمال وبسيطه. واخترت 12 فيلم مصري واشتغلت عليهم. عملنا المعرض في مكان صغير في القاهره الاول، والحمد لله كان بوز هيوج سكسس، يعني كان في ناس كتير بيشتغلوا في السينما في مصر موجودين، مروان حامد، يسري نصر الله، ناهد نصر الله، احمد مراد، ناس كتير من المنتجين كمان، صفي الدين زكي، مساعدين مخرجين، كل الكوميونتي تقريبا كان موجود يوميها. وبعدين قابلت ألفة، وهي اللي ساعدتني ان انا اجي تونس اكشلي واعمل التونيجيان ستيب دي، اول مره اجي تونس. فقررنا ان احنا نزود الكوليكشن شويه، نزود المصري شويه، ونختار 6 افلام تونسي ونميكس الاثنين مع بعض ونعمل افيش بليزير تونيجيا، وهو ده اللي حصل. والحقيقه ان انا لما اتفرجت على افلام التونسي اكتشفت ان انا في جزء في السينما ما اعرفش عنه حاجه، حسيت ان هو لا، انا كنت المفروض يعني اتفرج على الافلام دي قبل كده، بس استمتعت بيهم جدا لان انا ما بعملش اي بوستر غير لما بحابب الفيلم. فهو كل الافلام التونسي اللي هنا انا كلها بحبها جدا، وكلها نفسي اقابل المخرجين بتوعها واشكرهم جدا على الاعمال العظيمه دي، ويا رب الناس يعجبها الحاجه. اختياري على الافلام بيزيكلي يا اما الافلام اللي انا بحبها تماما، يا اما الستوري معينه، او الافلام اللي فيها مومنت حلوه تفضلي فاكراها بعد ما تخلصي الفيلم. يعني اغلب يعني البوسترات هتلاقي فيه يا شخصيه كانت عجباني في الفيلم، يا اما حدث مهم كان بيحصل في الفيلم اترجم في سين. يعني هديكي مثال بريد ساتن اللي هو ساتين روج. ساتين روج المومنت اللي فيها البطله بتعدي من قدام النايت كلاب وبتكشف الستاره الحمراء عشان تشوف بنتها جوه ولا لا. This was the turning point في كل الاحداث اللي حصلت. لولا اللحظه دي ما كانتش راحت المكان ده تاني ولا كانت الاحداث حصلت في الفيلم. فانا مومنت زي دي بغض النظر عن الشخصيات ممكن تبقى هي بالنسبه لي المحبباني في الفيلم، فاحب اعملها في شغلي. فلازم يبقى الفيلم فيه حاجه حلوه وعجباني اكيد عشان اقدر اعمل ده. باب الحديد، هنومه. هنومه واز ذا مين كاركتر اللي كانت بتبيع الصودا في الستيشن، وكانت هي السدكشن اللي حصل بتوين اكتر شخصيتين في الفيلم مهمين، اللي هو فريد شوقي اللي هو المفروض القبضاي بتاع الستيشن، ويوسف شاهين اللي هو المعاق ذهنيا الريتاردد الغلبان، وهي الاثنين بيحبوها والاثنين بيتصارعوا عليها، فهي قدرت تبوظ الدنيا بينهم شويه يعني زي ما بنقول في مصر. فلا، هنومه ووز ذا اسنس، الشخصيه الرئيسيه اللي بتحرك كل الاحداث، لان بسبب الغيره عليها فريد شوقي كان عايز يقتل، وبسبب الغيره عليها إناوي شخصية يوسف شاهين بيتجنن. فعشان كده هي بالنسبة لي هي المومنت الحقيقي. This was a يعني برومو من متاخد من أفلام مصري وأفلام تونسي كان بيتعرض هنا في السينمات في تونس قبل الافتتاح علشان الناس تحس إن الأفلام جاية، ويعني برضه يا رب يكون عجب الناس.